أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها كعرض السماء
السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم.